مش هين عليك حتى توصليني.
24 يوم يا فتاوة، يبقى اكتر من 16 حلقه. يا سعاده البيه بصراحه الكابتن ما مدش ايده عليك. انا الغلط. ما سلامة يا بيه. انا افهمني والله بجد، هو الكابتن ما مدوش دعوه خالص. اهل العيال تتلموا عليه هم اللي دعوه العدل. قلت لك افرس الكلام ده بقوله قدام النيابه. ومال اقوله قدام النيابه قدام الحكومه؟ انا ما خدش. انت ايه حكايه؟ كل اهل الحته بيشيل التهم عنك ليه؟ انت بشار رياضه مهندس. خش كده انت، هو الوضع. خش. وصلت اهي. اتفرجوا ايه اللي هيحصل اذا خرج. ابقوا تعالوا تقفوا على ده. ايه دول؟ اهل الحته جايين ورا الواد اللي ضرب عبده. وبعدين بقول لهم الست هاني مش هيخلصها ان راجل من رجالاتها ينضرب. طبعا فتهجموا عليا وضربوني انا كمان. مش معقول دي الدايره كلها هنا. بيحبوا الواد في الحته قوي من ايام ما كان لعيب كوره. هو اسمه ايه؟ الكابتن عاطف. طيب انت فاكر نفسك ايه؟ هداوه او صباجي؟ صبرك عليا. لو سمحت يا حضره الظابط، انا ما بتعدتش وعاوز اقول لحضرتك حاجه. انت لو كنت في مكاني وشفت اختك بيحصل لها اللي حصل كنت اتصرفت زي اكتر شويه. عندك حق. صح يا باشمهندس، انا معاك. انا سمعت كل حاجه والباشمهندس عنده حق فعلا. اتفضلي يا دور فين. ماما الباشمهندس عاطف. الله، ده انتوا تعرفوا بعض بقى. ازيك يا عاطف؟ ازيك يا فريدة؟ ايه رأيك يا حسن بيه؟ سعادتك شايفة ايه؟ انا الحقيقة ليا عتاب على الباش مهندس. انا ذنبي ايه تقطع لي كل اليوفط بتاعتي وادعائي الانتخابية؟ يا فندم ده ما كانش مقصود في حد ذاته. يعني افهم من كده ان اللي حصل ما كانش ضدي؟ انا لغاية اللحظة دي لا مع حضرتك ولا ضدك. وبعدين دي اول مرة اعرف ان حضرتك والدة الأنسة فريدة. أنا بيتهيألي حسن بيه إن الباشمهندس أظهر حسن نواياه، وأعتقد إنك تدينا فرصة نحل المشاكل بتاعتنا بعيد عن المحاضر وعن البوليس خالص. أيوه بس الكشف الحكيم أكثر من 21 يوم. معلش. كناية يا دولة تاني. معلش يا حسن بيه، معلش عشان خاطري خليها عليا. أنا هعالج المصاب على حسابي، وحرتي كمان. كله عشان خاطر عيون الباشمهندس، إحنا ولاد حي واحد. أنا عاوز أقول لكم حاجة. أنا بعترف قدامكم إن الست دي طلعت ست عظيمة جدا وليها فضل كبير قوي. دولة بني. 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 المفاجأة الحلوة دي. جاي عشان اتفرج عليك. لا انا خلاص لحق عليا بقى. البركة في الاشبال، دول كلهم من اولاد الحي. صحيح، انا شايفة انك انت مهتم بيهم قوي الحقيقة. دول المستقبل يا مدام. طبعا، هايل تفكيرك ده يا عاطف. عاوزين حضرتك بقى بعد ما تنجحي في الانتخابات تشوف لنا حتة أرض نعمل عليها نادي بدل ما انا متشحطط انا والولاد كده في النوادي. بس كده انا الاثنين، انا كل ليكم. اتفضلي. يا اهلا كده.
بصراحه انا كنت متردد اني اجي. لانك يا اخي ماما ما كانتش ماما اللي عزمك بنفسها. تعالى معايا. اهلا وسهلا. مساء الخير يا هلا. شرفت يا باشمهندس. شكرا. فريده. ايوه. عايزاكي تضربي لبابا تليفون في المكتب تشوفيه اتاخر ليه. تعالى يا باشمهندس. تعالى اعرفك بالناس الحلوه. ادخل. البيت على التليفون يا فندم. ولا لو مش موجود. حاضر. المسافة اللي بيني وبينك كبيرة أوي. أنت فين؟ وأنا فين؟ لما اتخرجنا من الجامعة لقيتها فرصة إن احنا نبعد عن بعض وأدفن حبي جواي، لكن ما كنتش عارف إن الظروف هتجمعنا تاني. طول المدة اللي فاتت حاولت أعرف طريقك فين، سألت عليك كل اللي يعرفوك بس ما حدش قدر يدلني على طريقك. بصراحة بقى زعلت منك، خسرتك بيني وبين نفسي، انك ما فكرتش تدور عليا ولا حتى تعرف طريقي. ما نسيتكيش لحظة واحدة، كل يوم كان حبك بيكبر جوايا يوم عن التاني. واضح ان ظروفك دلوقتي اتغيرت. يعني الحمد لله دلوقتي قدرت ادبر قرشين وبدأت أفتح ورشة خراطة، أنا أملي فيها كبير قوي. أثناء جولاتي في الأحياء الشعرية لاحظت إن الناس بتشتكي من حاجات كتير قوي. أيوه. وعندهم حق الحقيقة. طبعًا طبعًا. يعني مثلًا الإضاءة، مفيش موجود أبدًا إضاءة في الحواري الصغيرة. أيوه. عملية صعبة جدًا. طبعًا طبعًا. مثلًا المية اللي دايمًا بتتقطع، النور اللي دايمًا بينقطع، يعني في شوية مشاكل كده لو قدرنا نحلها ولو بشكل مؤقت صدقوني الناس دول هيقفوا جنبنا ويساعدونا. طبعا طبعا. ايه رايكم؟ طبعا كل اللي بيطقوه في ايدينا وممكن يتنفس. اكسكيوز مي. اتفضلي اتفضلي. يا فريده كلمتي بابا؟ مش موجود يا ماما في المكتب. وانا في المزرعه؟ لا انا ما اتصلتش هناك، مش عارف. طبعا اذنك يا عاطف. اتفضلي. قدامي يا فريده.
سايبه بقيه المدعوين قلت زي بعض تقومي تزوديها بالشكل ده. الناس تقول عليكي ايه؟ تاخديه وتقفي بعيد عن عينين الناس. انا اسفه يا ماما. مش كفايه رقبتي اللي مقصر رقبتي وكسفني قصاد العالم؟ زهقت زهقت من تبرير عدم وجود قصاد الناس. خلاص بقى يا ماما. صحيكي عندك ما تزعليش. يا حبيبتي يا بنتي. انا مش بقول لك كده عشان تعملي عاطف. بالعكس انا نفسي اعرفه على الناس عشان يتعود عليهم وهم ما يتعودوا عليا. فهمتيني؟ فهمت يا ماما. برافو عليكي. اتفضلي انت دلوقتي وانا هحاول ادور على بابا اشوفه فين وحاجب نفسي عشان اعرفه على الناس. قاعده كده ليه يا بيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فضتني يا مرسي فيها ايه؟ قاعده كده ليه يا بيت؟ ما تقومي يا بيت عشان ننام. تجرالك ايه يا بيت؟ انت مش سامعاني؟ ليه يا مرسي؟ خش يا اخوي. انا جايه. مش معقول. حاجه عظيمه. ميرسي قوي. انا بعتذر لكم بالنيابه عن علو بيه الظاهر انه اتاخر في الاجتماع شويه. انتوا عارفين طبعا مسؤولياته. احنا عظيمين ورسي على خير. شكرا قوي. الف سلامه. بالنجاح ان شاء الله. بمساعدتكم معايا. طبعا طبعا. الف سلامه. الف سلامه. فرصه سعيده قوي قوي. الف سلامه. لا تعالوا انا عايزاكم. تعالى. عاطف اشوفك تاني. ازيك؟ طبعا يا عاطف انت مش غريب عن البيت وعشان كده احب اعتذر لكم. خلاص عرفت البيت؟ عرفت. صباح على خير. وانت من اهلي يا عم. علوي مساء الخير يا دولة. قاعدة لوحدك في الضلمة كده ليه؟ اتأخرت ليه لحد دلوقتي؟ أنا طول عمري بتأخر وده ما كانش بيضايقك. اللي فات كله كوم واللي جاي كوم تاني خالص يا علوي. اشمعنى؟ علوي أنت عارف إن أنا قربت أوصل لهدف عشت عشان العمر كله ومش هسمح لك لا انت ولا اي حد في الدنيا يقف في طريقك. ايد لوحدها ما تسقفش يا دولت ولما توصلي افتكري انك انت ما وصلتيش بمجهودك لوحدك. تقصد ايه؟ الفلوس؟ من غيرها ما توصليش. لما انجح هعوضك قد الفلوس دي 100 مره واكتر كمان. وما تنساش ان فلوسك دي انا عملتها بمجهودي انا وبده. عارف عارف يا دولت عارف. طب مش هتنامي؟ لا اطلع اتعشى ونام انت. حاضر حاضر يا دولت اتعشى وانام. حاضر.
ايه ده؟ افتحها وانت تعال. تعال. ايه دول؟ انا عايزك تسدد كل الديون اللي عليك وتفتح الورشه. اسف يا فريده، ما اقدرش اقبل ده. اخص عليك يا عاطف، انت هتعمل فرق بيني وبينك؟ مش احنا لما نتجوز هنبقى واحد؟ يعني يرضيك الناس يقولوا عليك بتشتري راجل؟ انا هشتريك بعمري يا عاطف، وبعدين دول انا عشان كويس قوي بنا، انا ما كنتش اعمل اللي انا بعمله ده. خلاص يا فريده، سيبيني اعيش زي ما انا، زي ما ابويا رباني وعلمني. يعني بترفض اني اقف جنبك؟ تقفي جنبي بقلبك، بحبك، ده اللي انا صحيح محتاجه يا فريده. عمالة افكر ازاي اتصل بيك. بقولك ايه، قولي لزداد تحضر الغدا. حاضر يا ماما. ماليش لزوم يا فندم، انا ماشي على طول. الله، انت بخيل بقى ولا ايه؟ اقعد، انا عايزاك. على فكره يا عاطف، في ناس بيبقوا في الحي ليهم مصالح في اماكن كتيره مختلفه في البلد، ومتعطله ومش عارفين يعملوا ايه. انا تحت امرهم. ده عاطف زايد منك يا فندم. ميرسي يا عاطف. وفي حاجه ارجو انك انت ما تفهمنيش غلط فيها. خد. ايه دول يا فندم؟ خد بس، اسمع كلامي. هقول لك، خدهم وهقول لك ليه. في ناس بيبقوا فقراء ومساكين خالص ومحتاجين فلوس، لكن كرامتهم ما بتسمح لهمش ابدا انهم يطلبوا فلوس ولا يمدوا ايديهم. طب حضرتك يا فندم لما تيجي الحي يبقى وزعيها عليهم. ما هو ده اللي انا مش عايزاه ابدا، مش عايزه حد يعرف ان انا اللي اديتك الفلوس. بقول لك ايه، بكره عايزه انزل الحي. أبناء دائرة الأعزاء، أبناء دائرة
يلا انت وامثالك يا كوماندر اللي ما هتعرضوا على جنة ولا هتشوفوها بعينيكوا حتى. يا نصابين يا ضلالية. صدق بالله الجدع اللي اسمه كوماندر ده النهاردة الظهر كان ماشي ورا المرشح التاني وبيقول نفس الكلام. دي تجارة يا ابني وده زمانها. الشقة يا ست هاني. حاضر من عينيا دي وعينيا دي. سلاميك. كل طلباتكم مجابة ان شاء الله. انا اتفقت مع الاستاذ عاطف ولا اقول الكابتن عاطف. انا اتفقت مع الكابتن عاطف انه هيجي لي بكره ان شاء الله البيت ومعاه كل طلباتكم وانا هفرزها وادرسها واوصلها بنفسي للمسؤولين. اميره يا ست هانم اميره. عينيا الاثنين وتاكدوا ان انا هكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. صدق مؤمن دوله تحت يا فريد. ده عاطف يا ماما جه تحت ومعاه ناس. ناس؟ مين الناس دول؟
ايوه يا ماما، ما هو جاي عشان يكلم حضرتك في الموضوع اللي قلت لك عليه. موضوع ايه يا بنتي؟ ما قول يا ماما نسيتي. انت قلت له ايه؟ قلت له اللي حضرتك قلتيه لي. انا اللي قلته ان انا عايزه اتكلم معاه لوحدنا، مش يروح ويجيب الدايره كلها لنا. لا انا ما فهمتش ان حضرتك عايزه تكلميه لوحده. طب خلاص انا هتصرف. فيك يا باشمهندس. ودلوقتي سبت والدتك والناس اللي بره منتظرين ان انا اخرج بره اقول لهم كلمه، وانا مش هقدر اقول لهم ولا كلمه الا لما نقعد لوحدينا نتفاهم على كل حاجه. قلت ايه يا عاطف؟ ما احنا لوحدينا يا فندم. اتفضلي حضرتك. لوحدينا؟ الله العظيم انت مش معقول خالص. انا عايزه نقعد مع بعض لوحدينا نتفاهم على كل التفاصيل. والمشكلة دلوقتي مش دي المشكلة، المشكلة في الناس اللي بره دول، هنعمل فيهم ايه؟ انت لازم تخرج تكلم معاهم. اتصرف يا عاطف، انا ما بحبش حد ابدا يزعلني. مدام بكره يبقوا قروش وبعدين يبقوا جنيهات. لا دي كون فريده اتجوزت وخلفت كمان. ما تتخبش، انا بفكركوا في بكره. انا ما احبش الراجل اللي طموحه محدود، وخصوصا ان هيبقى جوز بنتي. لا روح غير هدومك وحصني على العربيه عشان نكمل كلامك. تعالى معايا قولي بقى ايه اللي حصل. لا 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 دي اسرار ما اقدرش اقول لك عليها. يعني مش هتقول؟
لا. طب عشان خاطر العقد. ازاي يا اخي؟ بس لو ما كنتيش تحلفي. امك دي يا فريده كل يوم بكتشف فيها حاجات تخليني احبها اكتر. اكتر مني؟ مش هتصدقيني لو قلت لك ان انا في اللحظه دي حاسس زي ما تكون امي انا. وبعدين معاك يا علوي، انت هتفضل مزروع لي في المزرعه كده لغايه امتى؟ مش شغل يا دولة وانا بلعب. يا شيخ بلا شغل بلا بتاع. عملت ايه في الارض اللي احنا هنصلحها؟ ده مشروع كبير يا دولة وعايز تفكير. تفكير ايه بس وبتاع ايه؟ انت مش قلت لي خلاص انك جاهز؟ يعني اخد الارض واسيبها بور يا دولة؟ مش ممكن يا سيدي، مش هتفضل بور ولا حاجه. انا هجيب لك كل المكن اللي انت عايزه. مين اللي هيستورد ده؟ انت بس مالك ومال الحاجات دي؟ مش لازم اعرف. حاضر يا سيدي. عاطف. عاطف مين؟ الواد بتاعنا ده. ما تخليكي معايا للاد يا دولة. علوي انت جرى في مخك حاجة؟ خليك رقيق، ما تبقاش كده هامج وجرف. هو الراجل يبقى هامج وجرف لما يقول لمراته انها تفضل معاه للادي؟ الله، الموضوع ده احنا حسمناه من زمان وانت هنا خلاص. انت اللي حسمتيه مش انا. انا ما دام حسمته يبقى اتحسم وخلاص. دولة تصبح على خير يا علوي. انت من اهل الخير يا دولة. الشاي اللي هيشربوه. اوعى كده يا اخوي. اوعى إيه؟ يا مرسي. اوعى ايه؟ اوعى اني مخاصمك. مالي ايه؟ ايوه يا اخوي. الله يضربني في شعري ويصالحني في عكس. اوعى يا بيه. اوعى يا مرسي، مش كده يا اختي. اوعى. الواد مرسي ده همجي جلف. يا شجر الفيل قرفاية محمرة شفة، عايزة عريس خفة يسهر معايا الليل. يا ليل يا ليل، والله الهوى ميال. خلاص يا بنت يا كريمي. ايوه يا اخوي. انا مش عايزك تروح عند الزفت اللي اسمه علوي ده ابدا. بتغير عليا يا مرسي. مش راجلك يا بنت؟ ايوه يا اخويا راجلي، راجلي وسيد الرجاله كمان. Thank you.
ملكي وجلف. ولا انت يا علو يا فرماوي؟ انت اللي يا علو يا فرماوي، انت اللي يا علو يا فرماوي، انت اللي يا علو يا فرماوي. دولة ازاي يا علو؟ انزلي هنا كلميني. لما اقولك انزلي كلميني تبقي تنزلي وبسرعة. انزلي بسرعة. طيب انا عايز اعرف دلوقتي انا هنا ايه، راجل ولا مش راجل؟ انت رجعت للسكر تاني يا علوي؟ انا مش سكران. لا سكران يا علوي، ومية مرة قلت لك تبطل الزفت اللي بتشربه ده. أنا بقول لك أنا مش سكران. يا راجل روح كده بلاش كلام فارغ. راجل، هو أنا دلوقتي عرفت أنا هنا إيه؟ راجل. صباح الخير يا علوي. 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 قوم بقى يا علوي. دولة. صباح الخير يا دولة. صباح الخير يا علوي. قولي ايه اللي عملته امبارح بالليل ده؟ عملت ايه؟ لا ولا حاجه. طب بقول لك ايه؟ يلا حضر لي الفطار عشان نفطر سوا. زينات مش موجوده؟ موجوده، لكن انا عايز افطر من ايديك انت. حاضر حاضر يا دولت. كل شيء تمام. أنا متأكدة. يلا يا ولاد اتفضلوا معايا. تعال. واستنيت لغاية ما شحنت كل المعدات واطمنت وجيت. برافو يا عاطف. والمركب هتوصل إمتى؟ المركب هتوصل اسكندرية بعد 4 أيام، هتقعد هناك يومين وبعدين تعدي على بورسعيد وتعدي القناة وتروح السودان إن شاء الله. برافو برافو يا عاطف. طب أنا هستأذن بقى علشان أروح أطمنهم في البيت. والله إذا كانت فريدة توافق أنا ما عنديش مانع. آسفة جدا. على فكرة أنتوا من حقكم فعلا تاخدوا يومين أجازة تتفسحوا فيهم زي ما أنتوا عايزين. هنروح فين؟ عشان أول مرة اتقابلنا فيها جينا مع بعضين. هو أنا بلعب يا علوي؟ ده شغل. طول عمرك قلبك جامد يا دولت، ما بتخافيش من حاجة أبدا. شفت بقى؟ مين فينا الراجل؟ أنت. أنت يا دولت. لا بشر، ده أنا ست قوي لكن بمليون راجل. الفلوس جاهزة؟ نديهم شيكات. انت نسيت ولا ايه يا علوي؟ دول ناس ما بيتعاملوش مع الشيكات خالص. كاش ماني. جاهز؟ جاهز. جاهز يا دولة. السلام عليكم يا عم حسن. وعليكم السلام. ايه مالك بترد السلام من تحت الدرس كده ليه؟ قلت السلام عليكم وقلت لك عليكم السلام. انا بس مش هي اللغه برضه. جرى ايه؟ انا غلطت فيك في حاجه؟ غلطت فيا انا؟ لا، انما في روحك يا باشمهندس. لا 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 لا، جرى ايه؟ فهمني. انت ماشي في طريق مش بتاعك يا كابتن حتتنا. تهت يا باشمهندس، واحنا اللي كنا فاكرينك الدليل. صباح الخير يا احمد حسن. وانت من اهله يا ابني. فريده عادل تعالى.
ناصر. خلاص يا عاطف، انتهينا من الهزار وجينا للجد. اقعد عايزك. الالات كلها وصلت اسكندريه الليله، والناس اللي هيخرجوها لنا هتروح تتقابل معاهم، وطبعا انت اللي هتقابلهم وانت اللي هتخلص معاهم. هي الالات دي هتنزل هنا في اسكندريه؟ امال كنت فاكر احنا هنوديها السودان نعمل بيها ايه؟ بس انا معلوماتي ان احنا مستوردين الالات دي لشركه في السودان. ايوه احنا مستوردينها لينا احنا عشان نصلح بيها ارض العلوي. طب والمطلوب مني ايه بالظبط؟ شوف يا سيدي. انت هتاخد الفلوس الليله دي توديها للناس اللي هيخرجوا الالات من الجمرك، ما تقولهمش حاجه نهائي، تديهم الفلوس وبس، وهم هيوصلوا لنا الالات لغايه عندنا. سيادتك او علو بيه مش هتبقوا معايا؟ بصفتنا ايه؟ دي الشغلانه كلها باسمك وبيك بتاعتك. ومن دلوقتي بقى هنبتدي بزنس بجد. امضي. ايه ده؟ مش الالات دي بتاعتك؟ خلاص علو بيه هيشتريها منك وبعقد المبيع. امضي. غلطت فيا انا؟ لا، انما في روحك يا باشمهندس. لا لا لا، جرى ايه؟ فهمني. انت ماشي في طريق مش بتاعك يا كابتن حتتنا، تهت يا باشمهندس، واحنا اللي كنا فاكرينك الدليل. خير يا عاطف، انت تعبان؟ قوي. خد دول وروح واقعد عدني فيهم وانت هتخلف على طول. شفت وسمعت واشتركت فيه، لكن يكون في علمك يا دولة تهاني، إذا كنت قدرتي تخدعيني أنا مش هديك الفرصة تخدعي الناس. لا يمكن أبدا تخدعي الناس، مش هتخدعي الناس. Thank you.
الست دولت. رايح نفسك يا صناعي، مفيش شقة. مفيش شقة يعني ايه يا باشمهندس؟ ضحكت عليا؟ ضحكت عليك؟ ضحكت علينا كلنا يا صناعي. كمان يا كوماندر، وهو في اكتر من كده كلام يا ست هانم؟ ده الواد ده ملخبط الدنيا خالص. بقول لك ايه، معاك تصريح الصوان؟ ايوه يا فندم، جاهز في جيبي. تروح تبنيه حالا دلوقتي وانا جاي اكل ليله. يلا. حاضر يا فندم. هنعمل مولد حلقة ذكر. طب روح يا اخويا اعمله عند بيتكم. الله، ما تمدش ايدك. ما تمدش ايدي ايه؟ يا حبيبي يا عم حسن، انما دي الارض دماغ ربنا. طيب هتشوفوا ايه اللي هيحصل لكم يا رب. انت اللي مضى انا اجيبك الارض تاني. بس يا عم حسن سيبه، سيبه يعمل اللي عاوز يعمله. ذنبه ايه؟ ده راجل عاوز ياكل عيش. المهم انتوا يا رجاله، المهم انتوا يا الحي، اصواتكم هي اللي تنجحها وهي اللي تسقطها. لازم تعرف قيمتكم من الليله دي. لما تيجي وتلاقي الصوان هو ما فيهوش حد، تعرف قيمتكم وتعرف انها مش ممكن تخدعك. هو ده الكلام. ايوه يا كوماندر. طيب، ولو حصل اي حاجه تانيه برضو كلمني وانا هتصرف. إننا أنتم من أصل واحد ومن سينة واحدة.
بلد دايره واحده، وان كتافنا دايما كان مشترك من اجل الديمقراطيه، من اجل الحريه، من اجلكم جميعا، من اجل مصر. ودلوقتي هقول لكم على كل حاجه عشان تبقوا دريانين بكل اللي بيحصل. انا ما بخبيش عليكم حاجه ابدا. في البدايه انتوا عارفينها، نزع صوري من على الحيطان والافيشات كلها على الصفحه. فاكر انه بالشكل ده هيقلل من جماهيريتي عندكم ومن شعبيتي عندكم، كان واهم. وبالرغم من هذا عفيت عنه ومديت له ايدي ووثقت فيه ودخلته بيتي. تعرفوا عمل ايه؟ حاول يلوث البيت اللي دخل فيه وكاد عيش وملح غاز البنتي. ومش كده وبس، وكمان هددها لو رفضت الجواز منه هيمنع اصواتكم عني. وانا من هنا بقول له مش حبابة، مش حبابة، مش حبابة. لن نقبل هذا الابتزاز، لن نقبل هذا الاسلوب، لن نتخلى عن مبادئنا. على حسب ان انا اكثر رفضكم واكثر مع اصحابي المطموع والمشروع في المجلس على اني اكثر بنتي وجوزها الواحد ما بيحبوش. كدابه متخافش عليا، لسه بدري قوي على اللي زي عاطف ده. مش عارف يا دولت، العيار اللي ما صيبش يدوش. لا 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 ما تخافش عليا، انا اللي ماسكه عليه حاجات كتير قوي، هو مش ماسك عليا ولا حاجه. انت متاكده؟ انت عارف دولت. ربنا يستر. تصبح على خير. وانت من اهله. السؤال ده قبل كده وانا قلت لك بعدين هبقى احكي لك، انما خفت احكي لك لانك بتحبي عاطف وهتزعلي عشانه. لكن يبدو ان هو بيقول لك حاجات غير حقيقيه. وايه هي بقى الحقيقه؟ الحقيقه ان الولد ده انا حاولت اكبره واعمل منه حاجه تليق بيكي، لكن للاسف فهم كلامي غلط وحب يكبر بسرعه، فقام بعمليه كده مشبوهه وقذره، وحاول كمان يعمل ايه؟ يستغل اسمي ويوثقه. فلما صرت عليه شوفي عمل فيا ايه؟ على فكره الولد ده ما ينفعكيش خالص لانه مش نظيف. الكلام ده كذب. ازاي تكلمي ماما باللهجه دي يا بنت؟ لاني عارفه عاطف كويس. اخرجي انت ندم. مصلحتك. انا زمان كنت زيك كده وزي عاطف، بس الفرق اللي بيني وبين عاطف ان كنت مبسوط شوية معايا فلوس، لكن كنت حنبلي. لكن والدتك بذكائها قدرت تخليني اكون الثروة دي كلها في خلال 10 سنين. هي شاطرة جدا في التخطيط، فارجوك تسمعي كلامها لان كلامها في الاخر هو الصح. واذا كنت بتحب عاطف
حاولي تقنعيه. فريدة، ما تزعليش منها بنتي. متشكرة قوي. دلوقتي اسألك سؤال واحد، ترضى تتجوزني؟ يعني سكت؟ السكوت علامة الرضا. خلاص يا عاطف، أنا مش هستنى موافقة حد، يلا بينا على المأذون. فريدة، أنت عارفة ظروفي كويس وأنا مش مستعد أغيرها. وأنا موافقة. يلا بينا. لكن قصدي لعبك. انت ايه بقى اللي رجعك بدري؟ مش عارف ايه اللي رجعني بدري؟ لا مش عارف. الوقت اللي بنبقى مع بعض قليل قوي. استلك. فريدة يا دولة. في علوي. فين يا دولة؟ ومخضوض عليها قوي كده ليه؟ مش بنتي يا دولة؟ لو بنتنا بصحيح ما كانتش عملت اللي عملته. الهانم المحترمة بنت الأكابر واخدة شقة مفروشة وقاعدة فيها. قال إيه؟ هربانة من البيت. وفين الشقة دي يا دولة؟ ما عرفتهاش؟ اسأل كوماندا يدلك عليها. كوماندا مين وبتاع مين؟ انت تنزلي معايا دلوقتي وندور عليها. انا اروح لها بكره هي اللي تيجي ورجليها فوق رقبتها. لما القرشين اللي معاها يخلصوا والجوع يقرصها هتيجي هنا. هتروح فين يعني؟ هتروح لعاطف. تروح له تشبع بيه ويشبع بيها. ده برضه يرضيك يا دولة؟ علوي انا مش فاضيه ليك ولا لبنتك، انا عندي الاهم. دي كلها ايام على المعركه الانتخابيه. الله، اسيبها واروح ادور على بنتك؟ ما تتحرق يا اخي. كده يا دولة. حاضر. والاقي الكوماندا فين دلوقتي؟ معرفش. روح له الحي اسال عليه. حاضر حاضر يا دولة. ايه مالك اتخضيتي كده ليه؟ مين اللي هيجيلنا دلوقتي يا عاطف؟ مين على الباب؟ مين على الباب؟ افتح. انا علوي. ده فعلا صوت بابا. خايفه يا عاطف؟ خايفه. خايفه من ايه يا فريده؟ احنا ما بنسرقش ولا عملنا حاجه غلط.
هلال يا عم. ما انا عارف انك عاطف زفت، انا هقتلك هموتك اشرب من دمك يا كلب يا جوزك. ايوه يا بابا جوزي. ثانية واحدة. استريح استريح يا عم. اه يا نجري تاني يا عمي بعد ما قريت القسيمه بقى ما تعزمنيش على فرح بنتي. عايز اشرب شربتها واقدمه بايدي، كنت عايز اغني وارقص والناس تقول لي مبروك، كنت عايز اشوفها بتوب الفرح والورده حواليها. كان نفسي في حاجات كتير كتير قوي، واكيد انتوا كمان كان نفسكم. على كل حال حصل خير والخيرة فيما اختاره الله. أنا مش جاي علشان أقلبها غم، شوفوا عايزين تعملوا إيه وروح اعملوه. الشقة دي مفروشة؟ أيوة يا عمي، ما هو شبان الأيام دي دايماً كلهم بيتجوزوا في شقق مفروشة. طب خد يا بنتي. يا عمي احنا حرام عليك حرام عليك يا اخي، حتى مش عايزني اقدم هديه لبنتي؟ ده انت قاسي قوي يا عاطف. مجيتيش على طول ليه يا كريم؟ يوه مش كنت بشوف مرسي اذا كان مشي ولا لسه؟ بصلي كده ليه يا بيه؟ أول مرة تشوفني ولا إيه؟ لو اديتك فلوس كتير يا كريمة تحبيني؟ يوه الحب مش بالفلوس يا بيه. أمال الحب بإيه؟ الحب بالحب يا بيه. طب ما أنا بحبك يا كريمة. حبيتك العافية يا بيه. العافية؟ صح، هي العافية يا كريمة اللي لازم تحبني. العافية صح. بتضحكي عليا يا كريمة؟ بتضحكي عليا يا كريمة؟ بتضحكي عليا يا كريمة؟ أوامرك يا بيه. هتحبيني العافية يا كريمة، هتحبيني العافية يا كريمة. بقول ايه يا فريدة؟ لو نزلت شوية هتتضايقي؟ ايه؟ اصل ماما تعبانة قوي وانا قلقان عليها بصراحة. هتخرج وتستني لوحدي يا عاطف؟ علشان اطمن على ماما. طب هترجع النهاردة ولا هتبات هناك؟ حبيبتي انا ما اقدرش ابات بعيد عنك دقيقة واحدة. كريمة
حبيتك العافية يا كريمة. حبيتني وحبيتك انت كمان يا بيه. كانت مخصماني يا كريمة، العافية كانت مخصماني. وفرحتك يا بيه. البركة في فريدة والوضع عاطف، وقفوا قدام دولة وقالوا لها لا. Thank you.
الاخر ده يا علوي بعد العمر ده كله تخني ومع مين؟ فضحتني ضيعتني. لكن لا انت ولا اي حد هيقدر يهد اللي انا بنيته ده، انا ضيعت عمري عليه. مش هسمح لك، مش هتقدر يا علوي، مش هسمح لك ابدا تهد اللي بنيته، مش هسمح لك ابدا يا علوي، مش هتقدر، مش هتقدر. سيادتك او المرحوم، مش عرفتوش بدخول القاتل عليكم؟ وخصوصا وان المكان ما كانش فيه حد غيركم. اللحظه اللي كنا فيها ما خلتناش نحس بحاجه ابدا. بتقول انك قدرتي تتعرفي على القاتل وتطرديه وتطلقي عليه النار، ازاي رغم الوضع اللي كنتوا عليه قدرت توصلي للمسدس؟ المسدس كان تحت المخده، ودي خصلة قديمة فيا وفي المرحوم. والقاتل ما حاولش يهاجمك؟ حاول، لكن سرعة وصولي للمسدس خلته خاف وهم. وبناء على ما تقدم قررت النيابة القبض على المدعو عاطف هلال للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه. ايه يا عم حسن؟ أمي جرالها حاجة؟ لا يا ابني اطمن، أمك بخير. امال ايه اللي حصل؟ ده انت اول مره تجيني هنا. البوليس قلب عليك الدنيا والمخبرين مالين الحاره. بوليس ومخبرين؟ والبوليس دور عليا ليه؟ بيقولوا انك انت قتلت علو الفرماوي جوز دوله البدر. ايه؟ اسمي عاطف محمد هلال. الوظيفه مهندس. انت عاطف متهم بقتل علو الفرماوي؟ ما حصلش. أنا محترم إنك مقدم نفسك للنيابة علشان تحقق معاك، وهيزيد احترامي ليك لو جاوبتني بصراحة. وأنا بقول لحضرتك بصراحة ما حصلش. بنت المجني عليه اللي هي زوجتك قررت في أقوالها إنك سبت البيت بالليل ونزلت، رحت فين يا عاطف؟ أنا رحت أزور أمي المريضة. دولة البدري بتقول إنك كنت واقف ضدها في الانتخابات، إيه أقوالك؟ أنا فعلا كنت واقف ضدها في الانتخابات وما زلت بعد ما اكتشفت حقيقتها. انت عضو في حزب من الاحزاب؟ انا عمري ما كنت عضو في حزب ولا فكرت اني اكون. كل اللي كنت بعمله ان اي حد منهم يتكلم كويس كنت اسقف له، وسقفت لدولة هانم كتير وهللت لها اكتر لغايه ما اكتشفت انها وافقت على خطوبتي من بنتها علشان تستخدمني في عمليات مشبوهه. سفرتني بره وطلبت مني ان استورد الات زراعيه لحساب شركه في السودان واشحنها على باخره تدخل مينا اسكندريه ترانزيت. نفذت اللي طلبته مني بالظبط، وللاسف ما اكتشفتش اللعبه الا بعدين. فريده بنتي، فريده يا حبيبتي، بس يا حبيبتي بس يا فريده بس، تعالي يا حبيبتي تعالي تعالي تاخد امك يا حبيبتي تعالي. صدقيني يا بنتي يا حبيبتي صدقيني، كل الكلام اللي قالوا لك عاطف مش مظبوط،
ده انا والمرحوم ابوك ياما حاولنا معاه عشان نقاوم من سلوكه شويه، مفيش فايده لانه منحرف. ودي انت شفتي النتيجه. معلش لكن الحق مش عليه، الحق عليا انا والمرحوم ابوكي اللي ما بلغناش عنه، خايفين على شعورك يا بنتي. مش انا بسفه يا ماما، مش قادره، كنت مخطوبه على الدرجات دي، مش قادره. يا حبيبتي انت لسه صغيره وما عندكيش اي خبره ابدا، والحب اعمى. انت مش بنفسك قلتي انه سابك بالليل ونزل؟ يعني احنا ما جبناش حاجه من عندنا يا حبيبتي. طب يقتله ليه بس يا ماما؟ يقتل بابا ليه؟ انا خلاص خلاص ما بقتش قادره افهم حاجه خالص، مش قادره افهم اي حاجه، مش قادره مش قادره. كل ده ومش قادره تفهمي السبب؟ مش قادره تفهمي انه كان داخل على طمع، وانه لما احنا فتحنا له بيتنا ومدينا له ايدينا وحاولنا نساعده طمع فينا وحب يعبر هبره كبيره، لكن حظه وحش اتكشف من معلوماتك. اذا قدر يهرب من جريمه قتل ابوكي مش هيقدر ينفذ من جريمه التغريم، وبكره تشوفي وتقولي ماما قالت. فريده يا بنتي، اذا عايزاني اتصل بالنيابه واقول لهم انه انا شاكه في انه عاطف، انا مستعده اعمل اي حاجه عشان خاطرك. لا يا ماما لا. يا حبيبتي انت بقيتي دلوقتي اغلى حاجه عندي في الدنيا، ما عنديش غيرك، وما يهمنيش ابدا في الدنيا غير سعادتك. انا سعاده ليه بس يا ماما؟ انا سعاده اللي بتتكلمي عنها؟ سعادتي مع قاتل ابويا؟ يا حبيبتي ده بقى جوزك خلاص. وقاتل ابويا ولا يمكن هيمس شعره واحده مني تاني. عاطف بلال، هو محقق اضطرار بالطرق القانونية بعد ثبوت الدور، لكن أنا هقول لك فرصة إنك تحاولي معاه بالطرق الودية وربنا يوفقك. تعالى يا عاطف اقعد، أنا هسيبكم مع بعض، ودي قعدة عائلية بناء على طلب المدام. بعتبرني مش موجود، اتفضل. هنا برجلي لاني واثق من براءتي، وعارف كمان اسباب اتهامي، وانت كمان عارفاها. ده كذاب يا عاطف، كل اللي قلته ده كده. لا انا مش كذاب يا فريده، انا كل ذنبي اني ما رضيتش ابقى عيل وبيت تاني، كل ذنبي اني ما بقتش اقول حاضر ونعم وطيب وانفذ كل اللي طلب مني، وعلشان ما عملتش ده كان جزائي اني اترمي في السجن مع الحراميه والمجرمين. انت اللي رميت نفسك معاه طبعا، هو اللي خلاك منهم. لما ماما طلبت من بابا يديك فلوس كان عشان تكسب رزقك بالحلال، لكن انت استأثرت الحرام ولما انكشفت قتلته. فريده انت مقتنعه باللي بتقوليه ده؟ ايوه يا عاطف، طلعني من فضلك. دي رغبتك حقيقي؟ ايوه ومصممه عليها. فريدة انت طالب. ورا ليه؟ ورا ليه انت وين؟ لا ليه ورا؟ ورا؟ جه البوليس جه. يا رب الحكومة جات. لا اله الا الله يا الله. حد منكم بيقدر يتعرف على الجثة دي؟ بص يا بنت النوية، حد منكم يعرف الجثة دي؟ مش بقى لها ملامح يا بيه. يا بنت يا بنت المتهم يا فندم. انت مرسي حمدان؟ ايوه بيه. انت قتلت مراتك يا مرسي؟ ايوه قتلتها يا بيه، وقتلت انا هعترف بكل حاجه يا بيه.